طيب نبقاو في الحديث على هذه المباراه، لكن في جانب غير رياضي. بعد المباراه يعني ولدى عوده جماهير الفريق الوداد الى مدينه الدار البيضاء، وقعت احداث في بلده جمعه السحيم التي تبعد عن اسفي ب 30 كيلومتر، احداث شغب خطيره، اعتداء على الممتلكات، نهب وسرقه وحرقت بعض السيارات كما نرى في الصور الآن، وكل ذلك موثق بالصور أمين وبشهادة سكان بلدة جمعة السحيم. الشغب شحال مرة حنا بدينا هذا البرنامج في فيفري، يمكن غادي تلقى واحد 7 ولا 8 ديال الحلقات أو أكثر كلها مشات غير في الشغب، لأنه الظاهرة صعبة جدا، وتأكد بالملموس أنه فشلنا باش نتخلصوا منها. بحال اللي كنعاودوا نفسنا كل اسبوع تقريبا. كل موسم تقريبا راه مواسم هذه، ودائما عندنا الدائره ديال الشغب ما قدرناش نتخلصوا منها. البارح بدا مشكل قبل النهائي، قبل بدايه المباراه، حافله رجاء البيضاوي تعرضت للرشق بالحجاره، وشفت تصريح لعمر النجاري مدرب الامل، حافله الشبان وكذلك امل فريق رجاء البيضاوي، انا السوداني، فهم صرحوا انه في طريق العوده ديالهم، لانه بالامس كانت مباراه ديال امل الرجاء البيضاوي مع امل اولمبيك اسفي بمدينه اسفي، في العوده ديالهم تعرضوا للرشق بالحجاره، فكانت تصريحات للاعبي امل الرجاء والمدرب صرحوا انه جمهور فريق الوداد البيضاوي هو اللي تعرض لهم في الطريق، هو اللي رشقهم بالحجاره. هذا اول مشكل. من بعد المباراه فحدث مشكل اخر، هو انه عند العوده لمدينه الدار البيضاء كان ازدحام في الحافلات، لانه كان الطلب اكثر من العرض، الحافلات ما كانوش كثار باش ممكن انهم يرجعوا جميع جمهور الوداد البيضاوي، دونك وقع مشكل في الطريق ديالهم، وعند الوصول الى مدينه او اقليم جمعه السحيم اللي هو بعيد تقريبا على اسفي بواحد 50 كيلومتر، وقعت اشتباكات ما بين جماهير الوداد البيضاوي وقاطنه هذه المنطقه هذه. هنا كاين اشتباك، بدات بالحجار وبدات بالعصي، شفنا حرق سيارات، وكذلك حتى كانت 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 خسائر ماديه في السيارات وفي حافلات لا من هذا الطرف. ما كانتش خسائر في الارواح الحمد لله، كانت خسائر ماديه لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف، حتى جماهير الوداد تعرضت السيارات ديالهم والحافلات للتخريب. اذا هنا التحقيق هو اللي غادي يعطينا من المسؤول على هذه الاحداث ديال الشغب اللي وقعت، لانه حرام وعيب باش نشوفوا مثل هذه الاشياء في بلادنا. حنا اللي تنقولوا دائما انه بلد الامن والامان، فنشوفوا حوايج صبيانيه صراحه، هذه اشياء صبيانيه. انتهت المباراه كل يمشي في حالته لدارو، ولكن تبقى قانون الشغب ما لعبش الدور ديالو من بعد الاجتماع ديال اللجنه الوزاريه، فما شفناش يعني الدور ديال هذا. خصوصا المساله امين، يعني قبل اشهر كانت هناك توصيات لجنه وزاريه بمنع تنقل جماعي الجماهير في حال يعني امكانيه وقوع او تبين ان هذا التنقل بامكانها ان يحدث يعني او يشكل تهديد للامن العام. علاش مره اخرى امين وللمره ما عرفتش شحال وصلنا دابا مره اخرى لم يتم تفعيل هذه التوصيات؟ شوف، هي كاينه واحد التوصيه اللي ممكن تفعلت، هي في التطبيق في قانون 0909، هي الحزم والصرامه اللازمين بحق الاشخاص المتورطين في ارتكاب اعمال العنف والشغب الرياضي. دونك شفنا كيفاش كانت الاحكام على متسببين في الشغب اللي كان في عده مناسبات في المباريات الاخيره، ولكن كاينين توصيات مهمه اخرى اللي ما تطبقاتش، مثلا هي منع القصيرين، فمازال تنشوفوا قصيرين كل اسبوع في كل ملعب تقريبا باستثناء بعض الحالات كملعب اكادير اظن وملاعب اخرى. تنقل جماعي، مساله القصيرين ديما كاين، تنقل جماعي مازال تنشوفوا تنقل جماعي، وشفنا اشنو وقع بالامس في حاله ديال جمهور فريق الوداد البيضاوي في منطقه جمعه السحيم. اذا هاد التوصيات هذه ما تفعلاتش، كان هاد التوصيات خرجت واحد اللجنه تقنيه اللي هي مشتركه اللي غادي توقف على مدى تفعيل هاد التوصيات هذه، غتجتمع كل شهر وغتوقف على مدى تفعيل هاد التوصيات، واش تفعلت ولا لا، واش هاد اللجنه التقنيه اولا تكونات، واش بدات العمل ديالها. الا بدات العمل ديالها خص تخرج بتقارير، لانه دابا تقريبا مر اكثر من شهر او يمكن اكثر من شهرين كاع على الاجتماع الوزاري اللي خرج بهذه التوصيات. واش هذه اللجنه التقنيه قامت بالاجتماعات ديالها والدراسات ديالها وعطات وقفات، واش هذه التوصيات تنفذت؟ اذا خص هذه التقارير هذه تخرج لارض الواقع، لانه لو هذه التقارير خرجت تنظن ما كانش غادي يكون هذا الشيء اللي وقع، ما كناش مازال غادي نشوفوا قاصرين داخل ارضيه الميدان، لانه بمجرد ما تتحدد احداث شغب تنشوفوا اجتماعات ولكن التوصيات ما تخرجش لارض الواقع. نتمنوا الظاهره ما تبقاش، ونتمنوا هادشي يتوقف، حيت هادشي غادي
وكيتطور درجة خطيرة.